السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متتبعي قناة رضوان السعودي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. موضوع حلقة اليوم هو واحد المشكل كيعاني منه بزاف ديال المغاربة وأنا واحد منهم. ما كاينش شي مغربي ما عاش هاد المرحلة هذه وما عاش هاد الإحساس هذا. كتكون ناعس، كتبغي تهضر، كتبغي تحرك، كتغوت، كتطلب النجدة من الناس اللي حداك، من الناس اللي قرب ليك، ولكن القلب ديالك كيضرب بسرعة فائقة 90 درجة ولكن ما كتقدرش.